يا ناجي باشا، يا ناجي باشا، ابوس ايدك، نستنى لحد الشمس ما تطلع. انا مش شايف كف ايدي. انا قلت لازم نعدي الناحيه التانيه قبل النهار ما يطلع، ومش عايز اقتراحات. هنا بس انا اللي اقرر، واي كلام اقوله لازم يتنفذ بالحرف من غير مناقشه. ياه والله زمان يا باشا، ايام طوابير الزمن كان الواحد يقف ملطوع من 5 الفجر لـ2 الظهر. زهر الحق يا باشا، زهر وقع. ايه؟ زهر وقع يا باشا. زهر مالك؟ مالك يا باشا؟ يا باشا انا عندي عقده من الاماكن العاليه والضلمه. انت عندك كام عقده؟ انا عايز اعرف. في نفق تحت الارض قلت لي عندك عقده الاماكن المقفول، فوق الجبل مش عاجبك. لا تحت الارض نافع ولا فوق الجبل نافع. قوم يلا قوم. ماشي يا باشا. انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. يلا صل على النبي. حسين يا شيخ حسن، انا مش بتاع مرمطه، مش بتاع مرمطه، انا من البيت للشغل ومش شغل للبيت. سيبها على الله يا ابو الزواهر، وانت بس انوي خير كده وربنا هيفتح لنا كل الابواب المجفله باذن الله. والله من بقك يا شيخ حسن، نادر عليا اول ما انزل مصر لحجاج الكم والخوالي. ما انت ما تعرفوش، انا اول ما انزل مصر هفتح شركه سياحه كبيره قوي، حج وعمره، وتبقى انت وام الغوالي تطلعوا من عندي. هو ده العسام برضه. وانت يا حسام مش ناوي تيجي انت رخر؟ رخر ان شاء الله يا شيخ حسن. وانت تهامي كمل نص دينك بقى، ها؟ واطلع معايا من شركتي، حج وعمره انت ومرتك. ربنا يسمع من بقك يا شيخ حسن. وانت ابراهيم؟ نعم. مش ناوي تعجل بقى كده وربنا يكرمك يعني وتهدى شويه؟ وانت شايفني كافر يا شيخ حسن؟ لا والعياذ بالله، يعني بس يعني ما شفتكش من يوم ما عرفنا بعض انك فردت سجاده وركعتها. وانت مركز معايا ليه؟ خليك في حالك. يا ابني اللي احنا فيه ده دلوقتي والرزق اللي ربنا رزقنا بيه ده محتاج توبه نصوحه. اتوب من ايه؟ مش فاهم يعني اتوب من ايه يا جماعه؟ وانا عملت حاجه عشان اتوب؟ بس يا شيخ حسن. ايه؟ همشي لوحدي؟ يعني انا امشي لوحدي وانتوا معاكم الفلوس وتتكلوا انتوا على الله؟ ها؟ وبعدين شايفكم شادين مع بعض، ده وقته؟ مش لما نخلص نعدي من المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يلا بينا. ايه نضال، تعبانه ولا حاجه؟ انا كويسه يا باشا، تمام. نضال؟ نضال مين يا باشا؟ دي هاني. لا اسمها الحقيقي هاني، اسمها في المقاومه الاسم الحركي بتاعها نضال. كده بجد؟ عموما هو نضال احلى بكتير. لا شيخ، يلا يلا. الله. الأرض أجمل حاجة في الدنيا يا أولاد، شايفين الروعة؟ حد يبقى عنده الجمال ده كله ويتاخد منه ويطرد، ويجوا اليهود يعملوا مستوطنات عشان يعملوا حياة مزيفة وكدابة لناس غرب. بس الأرض مش حباهم. اليهود كل شوية يعملوا مستوطنات، مستوطنة ورا التانية ورا التالتة، والعالم كله واقف يتفرج. أنا عايز أصلي هنا يا شيخ حسن. يبقى أنت اللي لازم تأمن يا باشا. لا أنا هصلي وراك يا شيخ حسن.
يعني 200 مليون دولار منشان ناس يشيلوهم من البنك وينزلوهم على السلالم لتحت على الشارع. كم من واحد لازم يكونوا؟ اللي فخوت أخذ عصاغدوا من الأخير. ها؟ أخذ عصاغ. أخذ عصار. هاي فرقة كرة قدم. يعني كيف دخلوا على البنك وطلعوا من البنك وما حد شافهم؟ إيش يعني؟ لابسين طاقة الإخفاء؟ رافي دافيدوفيتش أدو مناحم. هاي جون شلانو رافي. شالوم رافي شالوم. شد حيلك. هلأ نحنا رح نطلب لك قهوة مشان تصحصح شوي ونعرف نحكي كلمتين. كافي كافي هريا. هن العباقرة هيك دايما عندهم أفكار كتير بيحملوها زيادة عن اللزوم، بس لازم يفرغوا من وقت للتاني مشان يرتاحوا حتى مخهم ما ينفجر. رفي طفو 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 رفي.